على مر التاريخ. إذا مشاهدينا الكرام لو سمحنا نشير شوية الشر لا يوقع عيشنا، خطر الشر وقع مشي في الحضيض والتكبيس لا يوقف. خلينا نتكمنص ونبدأ البث امتعنا الراقي والمتواضع. يلا يلا عليه باش تعاوش باش تعاود خي على كيف هي تخدم على كيف هذي ها على كيف غادي غادير نحط القلب الرمادي. محزوزة في نفسي محزوز. شفتوا يا جماعة خانتنا غادير خانتنا يا جماعة غادير خانتنا يا جماعة. الإنسان الوحيد متوقعتش تخوني خانت. قالت لي كهوبش لخونك معاوية منعرفش شكون زادة وكوري. الله يهديك والله العظيم الله يهديك. يلا يلا نبداو يا جماعة يلا باهي. مع مين هسه بنك العادة عشوائي بينسور يعني مع مين هسه معك العلاقات اللي عندك عاد وكل عاد أصحاب وكل وكل الزين وكل عين اللي عندك. مع مين قتلك الله العظيم. عسلامة شهاب. هلا والله بارك يا شهاب. الحمد لله عاملة ايه؟ والله الحمد لله. من وين؟ من مصر؟ من مصر. وانت من وين؟ متشرفوا بك. انا من تونس. احسن ناس احسن ناس مصر والله يا شهاب. اسمك ايه بقى؟ اسمي ايا. ليك ايا؟ لا ايا ايا اي اي ايا ايا. شو ما عندكمش اسم ايا في مصر؟ نحن عندنا ايا بس مش ايا. آية هذيك هي أنا اسمي آية. ما احنا في تونس نقولوا إيه. اسمك إيه؟ عايشة الأسامي إيه؟ الله يخليك عايشك شهب هب. تحب نلعب جولة شهب هب؟ نلعب يا إيه. يلا يا غالي يلا. والله خبير مشهور في مصر يا شهب الدولي. والله كبرنا واللي ندخل مع مشاهير. والله أنت مشهور بإيه بالضبط؟ والله بشتغلكم. تشتغل مين؟ بشتغلكم. ما وريش حاجة بشتغلكم. بشتغلكم بتشتغلهم. بشتغلكم. لا هم يعيشك لو سامحت ما تبدأش تخبر. هم يعني خصومي قالوا تطوص ملا. يا ايه. ايوة. يا حلوة الحلوة دي يعيشك الله يخليك الحلوة في عيونك. وكم عمرك يا شهبهب؟ تديني كم سنة يا ايه؟ 22 22 بالانجليزي. 24 يا ايه. انت يسكر والله بلعومك ان شاء الله. الله يسكر الحلقة متاع والديك. عم طلع عليك وعلى ربايتك. مين؟ خليني قاعد نفرغ فيك. خليني نفرغ قلبي. مين؟ هذا البيتزا وهذا وهرب بها. هرب بها. يا قلبي شو هوب هوب. انت تشتمي مين؟ مين مزعلك؟ مين مزعلك؟ واحد يجيني قال لي انطمي يعني خرسي يا وليا. والله لا ما ينفعش اقول لك كده. ما ينفعش. انا ما غزتيش خرسي غزتني يا وليا. يا وليا؟ والله عارف انك بتقول لي عندي كم سنه؟ عندي كم سنه عشان اقول لك يا وليه؟ عندي 25. وانت يعني انت وليه ولا بنت؟ انا بنت. يعني لسه ما حصلتش الوليه؟ لا لسه مش منزلت مش وليه. امال هو عارف ازاي موضوع يا وليه؟ يا وليه الوليه تيجي بعد الجواز من كيك الوليه مثلا يعني عيب يعني لو فاهم يقولوا كبير مثلا. انا عندي بنت هنا ولي غادي عندنا الكلام ده. اسمعني بس معين اسمعني. عندنا في مصر لما واحد يقول لي لوحده يا ولية بنموته. يا لهوي موضوع كبير يعني. انت ساكته الموضوع ازاي كده؟ ساكته ليه؟ تكبس يا شباب. طب انت عندك كم سنه يا شهاب؟ انا شو ولية عندك كم سنه؟ عندي 24 سنه. مزيد صغرون عاد يا جماعة. تكبس متخش ولادك سابنا يا اخي. عم عامل الميش في شعرك هو كده ربان يزب لرباني عاد يزي عاد. حلاوة شعرك انت. انا شعري هذا مش باروكة. بجد والله شعرك شد كده؟ لا باروكة. باروكة؟ ايوه. حكى علينا. ايوه. طب بالله قل لي عاد. ها؟ ميش قلبي يا سهوم. ميش طيحته. ها ولي نش نعوعج وطو. انا ولي نش نعوعج بحق ربي شعره خير من القصه بتاع الفاروكه هذه المعوعج. يعني سهوم حبيبي قلبي يعني انت حاطه نعملوا معاهم. نحن طالعين احسن منا وزين منا. بنات الشيرات 1000 وتكبيس 100000 هسه. قلبي يا سهوم عاج. كفو والله. يعني انت يا 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 ايه ودي انا حبيتك يا والله. لضيفك نعم مع بعض تاني. عايشك يا شهاب والله حتى لي زيادة والله محبتك علم بك الرب في قلبي. أنا حبيتك وقررت خلاص إيه ربنا يكرمني وأتجوز وليا من خلالك.
وليا من تونس، ما عنديش وليا في تونس. انت مش ولي، بنت من تونس. ايه لا حتى بنت ما عنديش. انا ما قلت لكش، مش طلعت دراسة في تونس انه البنات يعني 10% و80% عندنا اولاد في تونس، يعني يدوم التوازن. وكمان عندنا قرار جديد انه البنت التونسية ما تخشي الا التونسي، بس الراجل التونسي عنده الحق انه ياخد تونسية بس. اما لو كان يمشي عن ساوي الرجال على كيف انه ما كان، والله بديه ذا شيء قسما بالله بديه. موضوع كبير. فكر بتجيب، ما تعرف ليش انت واحد يا عمي. موضوع كبير عندي. اتجوزت كم مرة؟ شو اتجوزت كم مرة؟ انت ما اتجوزتش خالص؟ ما اتجوزتش خالص. علي انتم في مصر المرأة تتزوج كم مرة عندكم؟ لا ما عندناش كده. ايه مالي حتى حتى ما عنديناش كده يعجبكش. انت عندكم يعني انتوا عندكم ايه؟ طيب ولا اتخطبت ولا حبيت ولا اي حاجه خالص؟ اتخطبت، خطبني بيلوت سائق طياره. سائق طياره؟ خطبني يا قبطاء. ما خطبكش واحد سائق عربيه كرو؟ استنى كان لحكي سألني. خطبني واحد قبطاء، خطبني ابن وزير. ابن وزير ما عجبني صراحه، قلت له ليه برمش دز امها وبس، هذوما اللي خطبوني ما قبلتش بيهم. طب ما قلتليش واحد موظف عربيه كرو؟ شنو هذه عربيه كرو هذه؟ عند في موظف بيبقى عربيه كهرباء، شفت عربيه بحمر عربيه الحديد؟ كريطه. عربيه ما جاكيش الموظف ده؟ هذيك عندنا كريطه. ليه جاني واحد كرات وقبلت به. قبلت به؟ قبلت بالكرات وما قبلش بالدوزير. شفت مخي كيفاش معاه؟ يوه ما ينفعش ابدا. القلب وما يريد. حبيته هو والبهيمه نتاعو. حبيته هو والبهيمه؟ ايوه. ده البهيمه اللي حتى قبله طبعا. طبعا حبيت البهيمه قبله، والله العظيم ريقه متواضعه. شريف تشرفنا بيك يا غالي. الحكم الاول. الحكم الاول. حكم ايه؟ حق الناس، حق ريمو. انت فكراني جديد ولا حاجه؟ ده انت جايبه اهلي. ريمو دي مصريه على فكره، دي بنتي ريمو. ريمو؟ ايوه. انت انت عندك انت وليه؟ يا ودي مش لي وليه، بس في بيحطني وليه. انت قلت بنتك، مش انت بتقولي بنتك؟ قلت لك بنت لا بنتي يعني بنتي في البث، انا عندي 939 بنت. يعني بنتك في البيس مش بنتك في ال... في الول... في كده يعني. اسمعني شهيب باي، اقعد هيك احك في راسك هاته وتفلح مع ست. ما سالتوش مرتبط ولا طوى نسال وكاش خلنا حلو الفولو. استنيني له كيكا هو هسه نبعث له لحظه. بلي شهيب باش نسلك سؤال، انت مرتبط؟ اوكي يلا خليت لك الفولو باي. راني لمصلحتكم نعمل في الشيء هذا، تنجموا تدخلوا للليست نتاعي للاولاد اللي عملت لهم فولو كل راهم همش مرتبطين، يعني تقدروا انكم تعجوا الاولاد الكل لمصلحتكم، تقولوش بعدين الزعبطه معاجه ولا حاجه. ليكم انتم وجوي به، يعني خطيبي كرارتي اموري واضحه. ها شوفوا عشوائي اخر جميل ورائع ومتواضع. ايوا لا عشوائي الزمن، لا والله عشوائي الزمن. تعال نشوف وين هذا، حاطط مفتاح الصول جنب اسمه، ظهر فيه مغني يضرب يسرع. جوزيف حقرني البنينة. والله يا حقرني الراجل، حقرة خايبة، طبيعة خايبة، حقرني والله، حقرني والله، غصة في قلبي نيطاب. هيا خلصونا عاد، كيف باش تقبلونا ما كيف تقبلونيش من الأول عاد، إيش هذا الأسلوب؟ تشيز كيك. أيوا أي حقا نسيت وش راضي فيتين. هو من عند ربي. فيتين هاو ار يو؟ امي جود جنجي يو كوبريا. او اي ميس يو. او ريلي؟ يس يس. او ويت 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 ويت. ورحمة عيش نشوف كفتي. بابا دوشي تشيب اميكي؟ اتاو فيتين عادة. شنو هو هذا فيتين؟
قولوا لي كيف ندخل معاه. طبعا زين فكرنا نحكيو في فيس كام هذول شبع زين. فيتين وي مي امور باش فالا يس مي امور مي امور بير كاراتي فورنتي فوراني فور هيمي رينكي ساري لوف يو فاتونا ام بوري اند اي جو اي بوري اوكي سي يو افتر اوكي فاتونا فورنكي شونجي شو هذا وات دي تي نو وات واي نو فابين بيتين يس كبرينا في لايك ذي بات ناو بزنس بزنس عندنا خدمه وعندها مزرق من جوراها عندنا خبز من جوراها تو بايس من اول نظره قلبي هديتولي من اول نظره الناس تعرفني لهنا وموجوده من اول نظره قلبي هديتولي قول لي علاش خطو انسان الزعل متاعو ما يدومش 24 ساعه وانا امبارح النوم ما رقدتوش قلت يا ديني زعما يبيت متغشش يبيت فرحان كيف يمشي بيت الراجل الحمد لله يا ربي قلبه طيب يجعل ما يكون قلبه طيب حدا غيره ها ربي يحميه ان شاء الله ويدوم عشرتنا ان شاء الله وان شاء الله يا ربي يدوم زاد محبتنا على قريب ان شاء الله وهذيك هي الحياه يا وليت مليكه حبيبتي انا مالي انا فن مليكه من قبل الحب مليكه عامر هلا كيفك هلا والله اخبارك يا عامر الحمد لله انت اخبارك والله الحمد لله منين يا عامر يا رب انا من سوريا انت نتشرف وانا من تونس يا عامر تشرفنا نلعب جوله نلعب جوله بس على شرط يا عامر تحكي معايا يا عامر شو عامل تحكي معايا لا تحقرني لا لا تخافي بحكي معك بخاف انا والله بخاف لو بتعرف انا عندي رهيب اجتماعي تعرف الرهيب الاجتماعي اوكي ماشي كبسوا بس يا جماعة ايوه كبسوا بس يا جماعة عامر وين تسكن؟ انا بمصر انت وين مقيمة؟ يا انا مقيمة في دبي هلو شو بقى عم تفرج علي انت كبسوا لي شو سكور صفر؟ بدرس قانون في دبي قانون هلو كم عمرك يا عيم؟ قداش تعطي لي عمر؟ نعطيك 31 بالانجليزي 31 يعني اوف 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 لهالدرجة وين كبير؟ طيب 29 لهالدرجة؟ طيب شو يعني 25 ايوه 25 يا شومي 25 انت لحيتك عمرها 40 واحد بتقولي 25 نحن السوريين لانه من وقت ما عملنا 17 سنة على الندان آه. انتم من 17 سنه يطلع لكم دقن في سوريا احنا في تونس من بعد 30 حتى بمصر شو كان التكبيس جماعه اربع ورود انت عندك ايه في البيت شلون اما يا ولدي في صوت عم يحتفلوا يحتفلوا بايه في مصر عرس مبروك يا ريم وحبيبتي ان شاء الله كل عام وانت بحياه بخير يا روحي انت يا ريم ونعم بحبك معك الكبس اربع ورود عامر انت مرة شلون؟ مرتبط؟ لا احسن حواليك عروس؟ انت عايز عروس تحبها مصرية؟ عادي نصيب بقى شوف انا عندي المصرية وعندي التوينس لان ما شاء الله وعندي جزائرية وعندي المغربية وعندي الكويتية وعندي السعودية وعندي الدبيتية وعندي العمانية وش تحب اختار البلدان العربية كل عندي تفضل نختار اختار انا اعمل قرعة شوف البلد اللي تحب تزوج منها عادي بس اذا حلوة نشوفها حلوة الاول يا شومي تشوفها حلوة الاول علاش علوش خروفة هي حتى تقلبها يا عامر هكا والله ما حبيتهاش منك بكي خروفة ما دخل الجنسية تعرف في ها شو دخل الجنسية لا عمل لك مو مشان الجنس يعني ما بتفرق مع الجنسية يعني لا تفرق لا تفرق لا تكون منيحة بس على وش يتربي عايشك تفرق طبعا العرق يفرق طب شو إذا نقيت جنسية واحدة وطلعت
وطلعت ما منيحة، شو استفدت؟ تقعد باير حيت كفل كبور كفل، ما عندي من أعمل لك ع. عندك سورية طيب من بلدي؟ طبعا عندي سورية طبعا. طيب هذه سورية حب سورية ولا عندي سورية بيزا وينها؟ أنا في الانستغرام طبعا اتصل بيها بعدين وقلها إن شاء الله جيك. ماشي قيمة ان شاء الله. قيم قيم خذ راحتك بنت بلدك، خذ مع راحتك. حقي حقي هذا حقي. هي جوازة مو لعبة. حتى أمورك هذيك هي جوازة مو لعبة. مو لعبة والله العظيم لعبة حتى والله العظيم. طب وش تشتغل أنت على الأقل الطفلة يعني؟ إن مدرب. مدرب شنو؟ رياضة، مدرب رياضة. كمل أجسام؟ لا مثل الجمباز. لا هسه كلام عندي واحد هلا جمباوزي، جمباوزي في مصر قال لك الشيف متاع جمباز. تتخيل انت حبيبتي بن بلدك سوري هسه من جمبابزي من قاع الخابيه جمبابزي الكل هو اللي بيمرن جمبابزي. تحبي تيجي مرحبا بيك، ما تحبيش خلينا نشوفه له غيرك واكبسي روحك عايشك. تمام خلاص عاد بيجي جمباز. وكيفاش يتمرنوه هذا الجمباز؟ شلون؟ كيف يتمرنوه الجمباز؟ أنا حابة أتجمبز. ها ما أعرف أشرح لك بالضبط كيف هون. أنا وبنيتي نحبوا نتجمبزوا لهنا. صعب كيف بدي أشرح لك هلا؟ شو قاعد الفولو؟ الفيلم متاع هذيك متاع هكا وهكا هذوك متاع الصين. آه جمناستين. شو عم تقولي؟ عم تلقي تعويذ؟ شو عم تقولي؟ شو؟ كيف جد جمناستيك جمباز؟ يراني نعوج ان شاء الله. فهمت فهمت هذا يعني جيمناستيك اون فرونسي يعني نتكرب يعني فهم فهم. المهم فهمت فهمت يراني نعوج بيناني. حركات ضد الجاذبية. حركة ضد الجاذبية؟ ضد الجاذبية. حبيبي شكرا لكم. يلا عامر خليوك اش باي احلى جمباز في مصر. الله يخليك حليلي جمباز بجاه ربي بأي لغة بجاه ربي ومني تحيتي نفهم. تعرفوا البنات اني عمري في حياتي ما ترنيت جمناستيك. تعرفوها الحكاية ذي ولا تعرفوها الحكاية ذي ولا ما تعرفوهاش؟ عمري في حياتي ما ترنيت جمناستيك. ساعة كان يجينا بروف متاع سبور استاذ متاع سبور نرمع عليه الصحبة. فرميان الصحبة اني اختي غنفة لك شرا مال هو عام ويتعدى. نرمى لي الصحبة مسيو راني ما نجمش راني كذي وكذي 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 ديما كذي وكذي نرى على طول العام كذي وكذي. لكش مزيلة حليني نتكربس قدام الرجال. فما حرمة راو عايشكم بالليل البروفيت وال هاني سكتت البروفيت كل شيء. شوفونا يعني الولاد يتبيترين واحد من البنات واحد مش نو حمص وزبيب كيكا الباك ما باكي ما غير جنباز باك الكورونا نرى ما غير جمباز ما تجمبزنيش صراحة. الله العظيم شوفوا هذا يلا الشومة ورصدينك الغالي عمري تجمبزتها عبيبيد ده. هلا هلا والله يا غالي اخبارك؟ تمام وانتي؟ والله الحمد لله من العراق. ايه عرفتك من حواجبك على راس عايشك الله يخليك عايش. منين من العراق؟ العراق محافظ صلاح الدين. انا رحت للديوانية كل الهلا نتشرف يعيشك. ومشيت لبغداد كل الهلا نتشرف والله. ايوه واكلت خبز العبير تكبيس يا ولد عبود. ركز معي عبود شو ما فيه تكبيس عبود خليك اجتماعي. قادر راح اجتمع وياك شي احكي. ايوه هاني نحكي. كم عمرك عبي بيدا؟ أنا عمري 22 سنة مرة طبط. شلون؟ مرتبط. مرتبط؟ نعم شفت مرتبط بس نزعتها. نزعتها؟ علاش تنزع فيها؟ ها؟ علاش تنزع فيها بنت الناس فيك؟ بس زعتني بزردية شو ليش؟ شو بزردية؟ وشقيت طبط؟ شلون صحتك؟ والله صحتك تشوف الحمد لله يا ربي مرمرة الحمد لله يا ربي. شو عملت له البنات؟
عافية عافية، دوم دوم إن شاء الله. يعيشك الله يخليك. من وين أنتي؟ والله أنا من تونس. يا هلا بهل تونس. يعيشك، بس حبيبتي نحب نسمعك، هي نزعتك ولا أنت نزعتها؟ باش نفهم. أنا ضفتك ضفتك. يقول لي عاد، أنت نزعتها ولا هي نزعتك؟ لا هي عافتني صراحة. يعيط سعد إن شاء الله، علاش تعوف فيك محليك ومحتم؟ بالله بروحك أكثر مني أنت يا خي. ايه مو شو اسمه، هي قالت لي كافي خلص احنا لازم ننهي العلاقة. برا قولها برا، لا محسوب لقيت كيفك هي تتشرط لما تلعي، لا محسوب قولها برا. فقت ربي كيفاش يعوضك بالوقت، ربي يعوضك. الله الله موجود الله. مالك كم عندك عايفة وعايفتك؟ صار تقريبا 3 شهور 4. سبحان الله، دعيت الرب قلت يا ربي تطيح بيا بنت حالات. الله يرحمها ان شاء الله، هي راحت بغسمتها. الله يرحمها، دي ماتت ولا ما ماتتش؟ ماتت، هي راحت توفت. عشان شلون؟ الربي العوض الله يرحمها وين عم تربحك ان شاء الله. بالله لحظه باش نقرا الفاتحه على روحها، تسكر علي فمك السخطه هذا. اقراوا الفاتحه معايا هاو. اللهم ارحمها برحمتك يا غفور رحيم، واجعل قبرها روضة رياض الجنة. اشكر اشكر. بعد ما عشني عليه يقول لك عفها عفها معاج، الله يرحمها وينعمها. عادي عادي، هذيك هي الحياة. راحت راحت هي بغزمتها، راحت تزوجت. مش يبني هذا، قال لي راح تتزوج. راح تتزوج ولا ماتت؟ تزوجت، راحت تزوجت بغزمتها. ايش ما فهمش، نسحب الفاتحة اني طول كيفاه. اسحبيها عادي، نسحبيها عادي وتيها كشبي. تحياتي لأهل تونس من العراق من الشرق مصرين. ما عجيب، اسحبيها قلي عادي. ربي سيدي عادي، ربي يهنيها ان شاء الله، ربي يهنيها عبود الله يرحمه ان شاء الله. هكا هو عاش، قول الله يرحمك وقول الله يهنيها وكا هو. اني 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 ارد اخلص منها، اني خلصت منها. هكا هو، هك خلصت منها كي تزوجت. هكا هو مهلوس انت بيها، ركزي عصيب الطفلة. ماش هذا الاسلوب؟ وين وين من تونس انتي؟ من تونس. جيش كوبرا. مرحبا والله. نسكن في تونس تحديدا من قاع الخابية، ولاية هذه قاع الخابية. مرحبا بك. عاش، أنا ما تشغابت بالبيت. عبود يومكم مطر، فيض فيض مطر والله ما شاء الله. شلون الأجواء بتونس؟ والله أجواء إنه أجواء رائعة رائعة جدا جدا، أجواء مرنقية يعني. الأجواء حلوة؟ إيه أجواء مرنقية يعني أجواء حلوة طبعا، نحن نقدر نقوله غير هذا؟ طبعا أجواء حلوة، جنن الأجواء. أمتى تزورين العراق؟ إن شاء الله بش نجي إن شاء الله على قريب، بش نمشي للبصري، نمشي للبصري إن شاء الله. تعالوا تعالوا تونسوا تعالوا. أنا جايين، أنا معي كيكة، هي كيكة. تعالوا تعالوا طيبة الدنيا إن شاء الله يا عبود، وسلمنا على خبز العبيد. وين 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 وقف؟ بسم الله عليك، شو وقف نتاعي؟ شو شنو وقف؟ وين تريدين وين؟ خلال لعبت انا وياك جو الجوله الحسي ربي قاد الزعان. الراجل مقريني فتح على على روح طفله حيه ويقول لي اقعد اقعد وماشي. سامحيني حبيبتي، والله يبي عندك الحق، لما عفتي قسم بالله رجع ما يعفو حدا غيرك. يعيب سعد ان شاء الله، عقدني وخرج. حويج بكي فيها حويج بمسطره شو بيه، والله مسطرة ورس أختي. بالله يا ابني. مساء الخير. الخيرات، وينك لباسة؟ والله ما قلت معكم. والله انت وينك اخبارك؟ صار لي اسبوع ادور لك.
وانا جاي صار لي شهر. اخبارك؟ لا انا اسبوع ادز ليش ما تجاوبي؟ نحكي وياك ما تحكين، شنو السالفه؟ انا دزيت لك يعني شنو؟ والله دزيت لك يعني ما انت ما عادش تدزني جوك بيه. اخبارك ايش عامل؟ والله الحمد لله من فارقتك كل الخير جاني الحمد لله والشكر. هذه طبق الميزه شنو؟ طبق الميزه ما نعرفوش تفل مران سبيه يقول لي خير وسيدي ذكري. انا ادري ما تستحي يا حكم. ايش شو اسمك انت؟ اسمك حكمه؟ حكم. حكم 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 نشرفوا بك يا حكم العراق. نعم العراق العظيم. من بصره؟ بصراوي؟ لا لا من الرمادي. من الرمادي؟ ايه كنا العراق. وانا نسكن في تونس من الزرقاء. والله والنعم منك. جيميه انت؟ نعم جيميه. والله يا 1000% انا مش 100%. والله والنعم. يعيشك الله. كم عمرك حكيكين؟ والله لسه صغير 31. ما شاء الله لسه صغير ما شاء الله لسه تو حطيت سقيك في الدنيا ما شاء الله عليك. اي والله ربعي بالفتحه السابعه. يعيشك والله. ربعي صاروا نفط حاليا، صاروا بترول ربعي. ايوه فهمتك فهمتك. تشتغل محامي انت؟ عليك سجاد الحمد لله والشكر. اشتغل تاجر. تاجر نشرفوا بيك نشرفوا بيك. انا ابويا تاجر. احسن تجار احسن شغله. يعيشك تاجر في البندق. بالبندق؟ ايوه. هسه انت شبعانين كرزات وبندق حلويات. كم عمرك؟ الله يبرد عدني خطاني. شو؟ شبعانين كرزات بدي اقدر صاحبي. كرزات يعني البندق والفستق احنا نسميها بالعراق كرزات. احنا نسميهاش كرزات، قول فستق بندق عنا خلقها. والله احنا نسميها كرزات يا اختي لا تغمز لها. يا حكم ما انت اذا تقول لي هالكلمه انا انسجن. جد والله؟ ايه عم قانون هذا اخلاق حميده. والله ما اعرف كوبرا. اكو اللي تعرف. لا والله ما ادري اخوي. عادي مو مشكله مو مشكله، نحن الحال الشيء الباهي انه يسامحونا ويغفرونا الحمد لله يا ربي الحمد لله. المهم النية، دام الشخص تكلم شيء بنية يعني مو سيئة. نية. قال لك النية قال لك. واحنا الحمد لله نيتنا ابد مو صافية. جد ابدا مستحيل. نعم نعم. حكم ايش تعمل؟ والله احنا الكهرباء انطفت بالعراق، اضطر اروح لهن. وجهي مبروك لبنيته، انا وجهي يحرف على النيته. لا هو هذا طبيعي، حتى لو وجهك خير تطفى الكهرباء، الكهرباء مين على جاي وجه. فهمتك فهمتك عادي عادي ما مش 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 الحمد لله وشكرا يعني. تكبيت حبيبي تكلى يوقف. ما اعرف ابو بحر الدليمي. لا والله ما اعرفه. عيد زينب اسو وسام الدليمي اسو اسو. عندي وجه باش نحكي ما عادش عندي وجه باش نحكي. شباب شباب الدولة حي الخال. عقيلة عقيلة القفيفيز عايش لي بنتي اخر 30 ثانية وتحلحزي على طويني هي خرجت. عقيلة عقيلة طلعت يا عقيلة. شو السالفة؟ يا حكم عيون العسلية. يا حكم الحمد لله يا رب الحمد لله رجع الحمد لله رجعت بالسلامة. اي الحمد لله ما مبروك عليك يا غالي مبروك. اي والله تحمدول بالسلامة ان شاء الله. يا عين شوفي صاحبك حيدر شو تريد من عندنا؟ يا الله معك. خذ له خط خذ له خط طلعك فهمي فهمي مشي 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 معجزة ظلت مشتغلة والكهرباء طافية تخيل. سبحان الله سبحان الله. كم عمرك؟ أنا عمري 25. أنت ولد ولا بنية؟ تحكي علي أنا ولد ولا بنية؟ على مصطفى. على مصطفى يلي حويجبك مثل الأنفة يلي حواجبك انظم من احواج بلنفه يلي بتدعي الرجوله وانت من برا هلا هلا من جوا يعلم الله يلي بتعاج يلي بتناقح مش بسمعك انا ملقمتك من وقت نشب ونطم انا يقول لي
اللهم إننا نصرنا في وقت لا حول ولا قوة إلا بالله. أرحب أرحب يا ديش راس حاكم، أرحب 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 يبريد مع بعض مع بعض. الياس شكرا الياس، غدوري شكرا، ساعدوا حبيبي ساعدوا، لا نخسر بالله. تهسهسنا رحنا فيه، تهسهسنا ايه، تهسهسنا زوس تهسهيسة قدام اللي عامل في حويج بوين البنات، خسرنا ايه البنات. اه حليلي عادي عادي والله، شكرا ليه، شكرا غدير، شكرا ماما ياسين. يلا نقلع على برا نقلع. ماشي قسما بالله ورسم ميم تلغال، نشوف واحد فيكم يتبع فيا من الولاد اللي عندي وعمل لي حويج بما نختص بيه. تفضل شبيه تخيل. طب دخلت يا اخي العبيد ما عادش تحل لي بيت ترى ما كنت ما حتى حد تحسهم العبيد ما لقاو شكون يتبعوا جاونا لنا نويك. عادي عادي عادي، ربي ان شاء الله معاهم. وتحيه تونس اهم حاجه، تحيه تونس، تحيه تونس. خلك اللي ما يقولش تحيه تونس في اللايف يتشد اللي يمشي تحت يزيد. اي كيفاش نو نلعبوا جوله حماسيه باهيه، جيب لنا زوز تحب نلعب انا وياك تيما. هيا خلينا نضحك، نحب نضحك كوبرا برجوليه. تحب تضحك كوبرا برجوليه، معقول نور. هيا نعملوا جوله انا وياك، حب نشط لك شعرك. ما عندي حد والله، عندي حد عطيني، ما عندي حد راه باش نلعبوا زوز، ماشي تجي حماسيه معناها. ما عندي حتى حد، عندي توا جمعه ما عندي حد. قولي ما عندي حد، قولي ما عندي حد، ويت لقاها. يلا من بعد كي عندي جوله هاي بري اذا ناخذ بخاطرك بري هكا يسالش تكبيس شاتك يساعدك ان شاء الله. يا قلب يا ممحون يعطيك كي يعطيك كي، تبعتك ومشيت معاك فرد ثنية، الحب راهو عذاب بالدعبية. وشوفوا يا ناس يا ناس واش صاير فيا. ومشيت لباباها قلت له اعطيني البنية نحب نعرس بيها، نستوت فعقا بالليل ومشيت لباباها نعطيها من خيل الفين وبيا تركب فيها، وانا تدور ولا ونسكن في الخلاء عايش في الهواء وديما ضايع فيها. تكبيس تاعك البنات اللي عندي طاش تحضر فيكم، بدي شدوا شويه تكبيس فرق. شديت الكياس وشديت الثنيه، اخرج العساس احلي لي زر عليا، قال لي مولا باس واش تعمل هونيه، حتى قاضي فاس ما يسلكها ليا، وانا دور ولا ونسكن في الخلاء عايش بالهواء وديما ضايع فيها. ورد 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 I'm sorry.
اي حاجه فاتروا اي حاجه جوري يا روحي يا روحي يا جوري يا روحي يا روحي تريبل تشات فالفيفو ثانكيو ثانكيو ما بعضنا نزيدو تكبيس تشات راه بويا تيج راس نور وها تكبيس يلا نحطوا غنايتنا حطوا غنايتنا حطوا غنايتنا هيا والواد بين أيديكم هجوم 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 بنو تيتي والله شكرا شكرا غدورة اسيل عقيلة ستار صاحب السعادة لغين شكرا مكبسين حبيبي شكرا لكم والله حبيبتي ترند الغزالة عنده شهر اي ترند غزالة عنده شهر من وفيه حبيبتي مشي ترند ماني عملت ترند الغزالة طلعت معزة حبيبتي نسيت كبسين اللي شيرته نابوزين جولة ثانية جولة ثانية عليه لا جولة ثانية على خاطر سكورتنا مش بعض على بعض هذاك علي قلت جولة ثانية مش بعض على بعضهم يلا يلا جولة ثانية جولة ثانية ما حمسي لي الجوعات حمسي لي حمسي لك الجو ما نمشيش مبزنس نرك أموري عادي حبيبي عاد نحن أقول لك شنو قعدوا نلعبوا الليلة زر ما شفتوا لحظة لا حبيبتي ولا تشوفيها أحسن أحسن ما بتناميش الليلة راح تشوفيه أنت غفران حبيبتي هكا توا هكا غفران والله فما ترند البقرة أقسم بالله حبيت نعملوا عنور بس قلت لها بر نعملوا ترند البقرة والله هي تعمل البقرة ونعمل النمر قالت لي ليه قالت لي قلت لها علاش قالت لي كي هو عرفت بعت لي من عند ربي بقره معاج يا روحي يا نورنا ابو حبس جتي يلا حبيبي شوي الحماس نتحمسوا نجيبوا 400 الف تكميسه في الجوله هذه ها نوعدكم بعتي لي ركحوا لي ترى
كنتش نحس اللي كلامي يدخل من الوضن يخرج من الوضن الاخرى. نتنجم متكبسل نسلو 400 تكبيسة في الجولة هذه لو سمحتوا. خليني نحس روحي لاني صاحبة محتوى وصاحبة بث لو سمحتوا. يعني نحس في كلامي ماهوش معبر ابدا، مو لهالدرجة. مرقوش واصلة. كنت بتهتم انت لو كان عندك دم، انت لو بتحس يا عيب ما انت لو كنت بتهتم هتتلم، انت لو كنت بتهتم. ندوا حبيبي ساعدوا ما نخليش وحدها هسسنا رانا تريبل تري شنو هسسنا لا مشوش فاصلة لا ما ساعدنيش اني هكا راهو لا والله ساعدني اني هكا التريبل التريبل نزل نهبط قفاز اخر ثواني تشطح على انغام حزني لا لا ترقصي على انغام حزني مع عجا تهزهزنا والله تهزهزنا عقولتي شكرا عادي شوف خطة النعجة ما يفيد معاها إلا خطة شني خطة النعجة عليك نور قفاز آخر 25 ثانية ونزلوا غيمة اللي عنده غيمة مع تشغيل الأغنية نحب البث يلهلب نحب التلهليب في البث نحب التكبيس نار القفازات ما شاء الله عنا شكون عنده غيمة ما نمشوش فاصلة شكون عنده غيمة شكون عنده غيمة عندي حبيبتي عندي كريم وغيمة اوكي تم يا هاني نشوف هاني نشوف مع عجا عاقلة عندها غيمة اوكي عاقلة هبط قفز وغيمة ولا شوف شكون شاب القفز فيكم انت ولا غدير ولا ريم ولا الله اعلم تكبيس 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 هجوم 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 تكبيس نار 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 تكبيس نتساعد وايش شكرا والله على القفز على القفز غدير ابو حفص ليش شكرا هدورتي ساعدوها يا شباب لا تخلوش واحد نسكر قريب ليش ساعدوا 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 ليش شكرا ساعدوا يو تهزهزنا البنات شوفوا سكور كيف غدورتي شكرا لياس عقيله اسيل ايمان حبيبي والله شكرا انا قلت قلبي شكرا سمعوني عادي عادي اوكي 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 عادي بالله عليكم يا جماعه بجاه ربي مشيو طول الفاصله لا نخسر الفاصله خلونا يد واحده مع بعض يد واحده حد حد يعمل على حد يد واحده اذا يتحل الدبل نهبطوا قفاز مع الدبل ومع الدبل والقفاز اشترق اذا وبعتلي قفاز اخر 25 ثانيه لو سمحنا اوكي نحب هجوم التساتيز نحب هجوم التساتيس تتسوا الليلة وكان باش تلاحظوا انه باش نخسروا هبطوا وقت اضافي شكون عنده من المفروض عندهم غادير عندها وريمو عندها من المفروض اعطيني غنية حماسية غنية باهية اوكي ما بعضنا بالليل البنات امان امان البنات تحب لكم ضحك تحبوا كان تضحكوا برا معاجي والله حتى لي كيفكم اقسم بالله اعطيكم دودة نتساعدوا مع بعضنا اه الفاصله هذه قول والله والله يلا بدي احفظها قعدوا مش مشكل مش مشكل اه قلب حشيشه شات 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 نزيدوا نزيدوا تكبيس نزيدوا تكبيس نزيدوا تكبيس نزيدوا الغنيه الوحيده اللي تساعدني تكبيس نوصلوا الجولة هذه 600 ألف تكبيسة لو سمحنا خاطر بعتالي كبش نقعدوا نعاجوا ما كنش باش تكبسوا نوصلوا 600 ألف تكبيسة الجولة هذه أوكي يلا حبيب مزود مزود قلها راجل ليلة
والمزود خدام وركز لحزام وركز لي لحزام يفرحك. نحسها حمد في أكثر والله كده بقى كلنا إحنا بشوات ولاد بشوات ستيسي شكرا غدورتي شكرا مامون شكرا عقيلة شكرا ليلي إيمان شكرا لكم مكبسين حبيبي في جولة ما شاء الله 200 ألف والله شكرا البنات والله فالفيفو فالفالفوفو فالفالفلوفو تحسينوا تشات كامل فالفالفوفو وقلوب تشات هي ذيك تحنديرة هذيك تحنديرة فالفيفو ثانكيو الحكم الأول عظمة وشوية كركم شوية ملح وتشرب أعطيني حكيم معني نجم نحضر في بيت هكا معني تحبي ياو أقلام حكم الأول طوى ندخلك في جولة مع شكون تخلق له عركة محيط الحكم الثاني أتكلم الديليفري قل له بالله بعث لي باكو حليب
الحكم الفعلي تخدم على رويحها. ليه بدلوني بتاع الدليفري بدلوا لي راح بتخدم على رويحها باش نقعد نتمنيك عليهم ليه ما يجيش حرام. من الدولة متاعك القانون قريب جيب واحد يشي ولو عارف جيب واحد يشي ولو عارف جيب لك واحد تخلق له عركة من الحيط. نور نحبك تقنعني اوكي عاش اختي. اوف كورس اوف كورس اوف كورس مهمة لحظة برك جيب لك عركة عارف ما عندك جيب لك ناس قامات حبيبي شكرا لكم الله يجعل رزقكم مطر ان شاء الله. احساسي حسن انت ليش ترمي البوس الكوبرا ما بتعرف كوبرا متزوجة اخرس يا وليه ما تقولش تعمل في الزوم على وجهك ليش هكاك بتعمل انت مع العبيد علاش بك الدوله مسايبه مش بك احنا مسايبين مانيش مسايبين عندنا قانون جديد خويا الغالي راه قسم بالله فكرتوك تمي في البوسه كيك الطفله طفله عزبه حرام جيت قلت لك اني عزبه طفله متزوجه مطلقه عزبه مطلقه متزوجه متصاحبه متكرره هي ربحت حكمت عليا ها شنو هو توا نور قلت لي تراك شكون تعرف معايا وري يا حياه تصرف مع طفل حسين سامحني راه البنت هذه حاله انسانيه عندها ذبابه في مخها من عم ككح ما مجنونه 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 عندي عندي بسقلح في الاقلقلح. اسمعني 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 اسمع بلا تيجي ذكر بلا واحد الحكم هذا يشطب. لا يا اختي شريت له عركه امورك انت انت شكتني لا انت شخطلي انت شخطلي هابط ستوري تكتب الكوبرا تاج راسي تاج راسك وحدك تاج راسي ما عادش تعرفي نفذي الحكم عاد شو يا حبيبي ها هاو كتنرفزه باهي برا خرزيه برا ابعدي من وجهه ابعدي من وجهه ابعدي من وجهه غش وخايب ابعدي من وجهه مع السلامه يا ريح الست تدي ما درت ان شاء الله واحده معاها عجب اخرى اش مالك يا بنت الحلال طلعيها واحده تغلط عليها مش عاملها شيء يغلط عليك من خلق اللي يغلط عليك والله لا دوس هالدهس اوف راك انت ما بتعرفني حسين راك اخبارك والله تمام ليش تدوسي دهس ليه مش فاهم شو عملت لك انا لا مش انت دوسك هي ادوسها دهس اذا غلطت عليك اذا بتيجي فيي يعني ايه طبعا يسعد دينك والله شيء خبيث شو انا معروفه ابيع اصدقائي في لحظه على خاطر تقرب معروفه اكيد 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 يلا قديش صار عندك انت اشوف عندك صار يا رب على المليون مش ضايل لك ايش على المليون يا ربي ولا يهمك 50000 هلا يهمك كم 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 تعطيني حتى اوصل مليون ايه كم تعطيني حتى اوصل مليون بعطيك يعني ان شاء الله عجوك اللطيف هذا يعني بدك حوالي الضبط الضبط بعطيك اسبوعين ثلاث اذا ضليتك هيك مرحة وهيك فان شاء الله يا رب اسبوعين وتصيري اعلى الناس واحسن المراتب توصلي لا ولا يهمك اصلا الناس الكل انسجنت تو جودة ربي بتون قاعده فاكر انا بظهرك وجنبك ابشري ابشري جنبي سمك فيه ما خليك بجنبي قلب ظهرك والله انا جنبك بظهرك والله لا توصلوا انا حبيبي بحكي مع حالي انا الزرقاء اليوم العب يلعب العب اللي يلا العب العب يلا حاضر حاضر يلا بس احكم حكم راح اكل حكم راح اكل انا عارف يعني انا انت محكوم انت 100 واحد عندي كبسوا مشان الله كبسوا راكن عليك والله يا عبود اقسم بالله اللي نحب اقول لكم سامحوني راني وبالحق راني ما نجمش نقرا تعليقاتكم الكل وما راني ركن في القلب اقسم بالله ماذا بيا نقرا ما نجمش والله لا نجم والله قلبي مش عارف وين يعني محتوز اسمعني يا حسين عيوني يوينك لبيت سواجه وكبير صاحبي ما 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 دخلت على صفحتي شفت الفيديوهات اليوم دخلت لصفحتك امس قبل ما نروح دخلت لصفحتك دخلتي ايه ياما يسعد قلبي كل هذا كل الاهتمام كل الاهتمام لي وانت عندك ما شاء الله مليون مهتم فيه لهالدرجه اظن لي قال لك الذي يدخل الجنه صاحب السعاده والله جد صاحب السعاده حب يسعدنا كثير هذيك بتاع مثقال ذر عبود الدكتور يا عبود قال لك اكثر الناس اسمعني نحكي معاك حسين يا عيوني اموريني اكثر الناس اللي تدخل الجنه وهم الناس اللي الذين سهل الوصول اليهم أنا من الناس اللي سهل الوصول إليه. اسمعي عندي مش عارف عندي ناقص عقل يمكن مش فاهم عليك شوي عشان أفهم. يقولون أن أكثر الناس الذين يدخلون الجنة هم الناس الذين سهل الوصول إليهم وأنا من الناس
الذين سهل الوصول اسمع زيك رقدت علي الطلاق من مرتي ولا فهمت شيء ولا ايش فهمت المهم اه صح صح كلامك كلامك 100% والله كلامك 100% شكرا على الورود صاحب السعاده عشق يسعد دين الصوت عنده مع يا حسين الصوت عنده مع اذا بتقدروا ورود افتح الدبل كرمال عيوني افتح الدبل كرمين الأنطانيت اللي أني حطتها ذوما وكرمين الأنوثة اللي عمركم ما شفتهم مثلها وكرمين الجوبير قاعدين نشوفوا فيه توا ورود ولك صوتي أنا شبيه صوتي أنا عانو 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 تسمعوني تسمعوني هي تو سباك نحيلو الميوت هو صوته مع عاش اتفرج كي نحكي شو 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 سهل الوصول إليك مش فاهم شكرا يعني, يعني, يعني أنا أسمع يعني أنا صحيح ما مشهورة والحمد لله وربي يعطيني القبول ومحبة الرسول ولكني ما تكبرش على الناس يعني اللي يحب يوصل لي سهل يوصل لي يعني يبعث حلم ولا دريم عادي جدا هسا هسا أنت ما في زيك أنت أنثى محترمة راقية وتجنن تستاهل إنك توصل 20 مليون عايشك الله يخليك ميرسي عايشك يا رجال الدبل ليش بتخلوا روح يعني عادي لو كنا مع بعض سند لمرة واحدة مرحبا هلا هي غدورتي يخرب بيتك حبيتك أنا مش على البادي أيدك حبيتين يا رام الصوت عنده معاعج هذا نحيله الميوت صوتي يمشي أنت الصوت عندك معاعج صوت التليفون عندك ما شو من نحيلك الميوت صوتي بتحبيني أنا بتحبيني أنا لا عاد ما وصلنيش الحب عاد عش خوي لا انت بتقولي حبيته لا مش انت انا بحب في بنت عندي هنا شفتك حلي بش خاف اني ترعب فكر حالي ايش انا وقتكش بفكر حالك بني ادم زي زيك بفكرش حالي ايشي والله خش بك تقول فيفك لما قلتوش حسين شو حكيت انا مش مالك يا بنت الحلال فجأة بتصيري ايش في بس اول حاجة ما تقوليش مالك لا شمالي لا يميني عايشك هذه اول حاجه اول باب ثاني باب انت تقولني في كلام انا ما قلته شمالك انت شمالك اهدي اوكي شفتي بس ابتسمت اهدي ايه شو مواصفات شريك حياتك مواصفات شريك حياتي تحكيها شخصيه يعني شو مواصفات الشاب اللي بدك تحبيه يحبك كل لحظة يقول لي اهدي اهدي احكينا شو هو يعني كيف تحبي شكله طوله جسمه عيونه ايش بدك احكي لنا والله الجسم يعني يكون معضل جميل الطول مقبول شو يكون مقبول مش فاهم يعني مقبول مواصفات شريك حياتك مش عارفيتها يعني الطول مش يعني يشوف طقس بكرة بطوله وقصير مش يعني يشوف طقس مبارح بطوله يعني عادي يكون عادي إنسان عادي فهمت لا 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 كيرمين المتابعين فكروا والله ما بمزح المتابعين بيقولوا لي بنت معجبة فيك قلت لهم لا البنت أمورة وهيك طبيعتها مع كل الناس متابعين مين؟ متابعين الله يخليهم لك أنا ليه ما يطلع ليش ليه يطلق بالوقت نعجب يعني تشتغل على حالك تشتغل على حالك وليش ليه لحتى ما الله يلعب لي للدرجة باي حسين باي باي والله؟ ايه والله يعني حسين يقول لك حاجة والله ما نفهم عليها اي شيء أنا أوكي دير بالك حالك وانت بقى حالك وإن شاء الله بتصيري 20 مليون دير بالك عايشك اشتغل على حالك حتى اعجب فيك ايش تشتغل على حالك كيك هو كسب قلب الزعبط سهل وسهل انت انا نقول له مخطب جدخ جدخ جوي اجوائي جوي واجوائي شفتك الفاد اللي عملها متاقده يعني اعلى ما في خيره بشيرك بوطو هبش يعاجنا شوي شوي شوفونا ال شو تشوفوا شو اسمه هو الاكسبلور بالاغاني التركيه اشكرا برا درازي اشكرا نفر كدير نفر كدير بيه شوفوا هذا
الله يلا والله ما زود خضيم ونكز يا زينة نقني وينو كل مرعوش كل مرعوش قلش تحكي على رفيق نسمح لك شاش أختي صحيح هو مرعوش أما عيب الكلمة هذه تقول فيها لا والله عيب هيا اسكندرو خش بك ما قبلتنيش اسكندرو عندك تلافة مطيحة من روحي ومش كبرياء وجبروت وجاية معاك وتتشرطة فما واحد يسمي روح شاروخان الأردن تدخل معاه جبريال هلا 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 والله هلا والله وينك كيفك والله الحمد لله يا غالي مصري ايه مصري تكبيس عندها حلوة قوي تكبيسة رجالة رجالة تكبيس رجالة 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 اه جبريل اسمك ها جبريل اسمك جبريل اه نشرفوا بك يا جبريل منين انا اسمي ماريتا من تونس ماريكا ماريتا 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 ايوه اه تونس من تونس يعني من تونس. احسن ناس التوانسه يعيش يعني انت اسكندراري ايه اسكندراني لا مش اسكركراني لا اما القاهراوي لا مرهوري اه من يعني من مهره اه سلامتك من اه تكبيس نشرفوا بيك كم عمرك تديني كام؟ نعطيك 22 24 ما شاء الله ما شاء الله أنا 18 على قدك إيه مازلت صغيرة أنا مازلت صغيرة إيه إيه التكبيس المعاق ده يا جدعان شبيك غبري مثلا التكبيس ده مش حلو يا جدعان تكبيس عايز وردتين من اشخاص من شخص مختلف بسرعه وردتين بسرعه يا رجاله جابريلوتا وات جابريلوتا نعم انت ليش متكبر مين المتكبر بس يا ماريتا ورده ورده يا جابريش كنت عمرك 16 عايش معاك مبين انت ليه لاحظت مش عارف بيهبط عايش معايا انت يا تو اسمك مجهول انت اسمك مجهول اسمك مش لاقي في بره بعدني اختاني عصبته كده عصبته مرصود انا عصبت عليه تو زي المجهول لبخر ورده يا جدعان انجزوا عصبني تعصب فيه قدام الراجل بعت لي يقول ايش بك عصبتي والله يخزيك يا شيطان سامحني سامحني انا كذا شخصيتي قويه شخصيه الزمن لا والله شخصيتي انا باين شخصيتي ضعيفه أنا. اصلا ايش يعني شخصيه عادي تعرف تقول لي وش يعني شخصيه وليحه مش كراس كريزم اش كان تركيش نسين سيفير سين سيفير شفتوا فين تركيا ما بتفهم كلام بس تجي وتتفرج عادي سين سيفير مهند صحه صحه يا جبريل صحه ربنا يخليك هيك كبريل مكش تحكي معاي مكش معبرني شبيك اسم اللي عليك كذا شخصيتك يا بنتي انا كلمتك يا بنتي انا احبك تكلمني انا احبك تكلمني اه ما انا بتكلم اهو 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 قدام مرايتها عادي بتدلع براحتها خدني بالكلام عادي ما قولش ليه شفتها ايه عايشه فين عايشه في تونس وفي شكرا يراودني احساس يا جدعان هقول لكم عليه بعدين انت حطت خاتم انت متزوج انا متجوز يا نار متجوز داخل معهم ليه متجوز متجوز قال لي ملع بيد متعوضني ليه شو يا اختي شنو متجوز جايني لهنا شنو ندبي هاني جي شكرا يا جي حبيبتي وفي شكرا حالة والله
والله طم دخلكم توكوري يكبلكم النوم لان تبلوني جا البنات باش نعمل مقلب انا بديوا تفكرت توا تفكرت نعملوه ما نبداو نعملوه المقلب نحي العين هذه نحط العين الاخرى العين البيضه تعرفوا العين البيضه تحبوا اللي ما نعرفش علاش يراودني احساس يقول لي ليه ها يلا نحيو عين ونحطو عين بالله عليك ما تخافوش ما تخافوش ها طوى التعليقات باش تبدا يا مش عينك بالرسمي يا خيا بالله عملوا سكرين شوت وكتبوا حاله انسانيه عيونها كيوت خلقت الرحمن لطف يا ربي والله حاشا خلقت الرحمن حاشا خلقت الرحمن يا اختي هاي جي هاي بسم الله بالله عليكم لا تتفاجعوا بجاه ربي ما تتفاجعوش مني اوكي حتى بص الحركة دي حتى بص اللقطة دي إن شاء الله عليه أكثر إنسانة في تونس خبرة في اللونتي وليد لطف يا ربي البنات شوف بعين واحدة راني البنات متوقع استغفر الله العظيم يا البنات تهزهزني يا البنات تخيل ومان جيت يا لطيف بسم الله الرحيم شبيك 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 يا بنتي شبيك عملت كوركتور في عين انا كوركتور متاعك يفخى عينك ان شاء الله شبيك هكيك عامله في روحك شبيك يا نور يا اخي فجعه نحسب عينك طاحت ولا تربحك خرب والله يركبي ولا ترعش بالفجعه لهالدرجه نور تحبني يا والله فجعتني اقسم بالله فجعتني النور عندي عين رجع نعطيك عين ولي نعملو بهم مقال دونا بعثيك باربوس تهاي خلص عليها 300 ألف برا شيء عليها 300 في بالك هذي مش من تونس مش تونس من برا العورة هذي هي فمش من تونس أي شيء شيء بس بشي رجع حكمي إيش لحظة 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 الساعة لحظة لحظة ربحت معك بزوز عين ربحت عليك بزوز عينين طوى بعين واحدة ربحك عصا الدم ولا اراكي شايفه انت وعيني تكبيس شادي خطاوني بعتلي يعملوا لي قضيه تنكر على في زي دجاله بعتلي خطاني وخايتي لا وخايت تطلع لي قضيه كيكه من حيث لا نحتسب يا شو يا ربي الحمد لله يا ربي لك الحمد على صحه صحه لبدين يا ربي وعلى عينين وعلى كل شيء لمين ما كنتش راقصم بالله كبتت كبتت هساسنا امي باش تهساسني اليوم يلا حبيبي يلا يلا التكلة يوق والله الحمد لله والله الحمد ربي ديما على صحة بدينكم والحمد ربي ديما الحمد لله معني هذه جابتني خطر عندها داعي بتوطحتي ده هذه المعاجة فتساعدوا لو سمحتوا قد كرجع حكمي او وجهي كنفذتوا لك حكمك معاجة شو خليك هكا عين بعين يخش بكرة اني عندي سمعة فاش تحكي فاش تحكي شوفوا امي امي 3000 مكبسة واحد والله يا امي جوتي تشجع فيا كان امي حتى انا على الشيء اللي نعمل فيه والله العظيم موصلوا على راسها مليون تكبيسة تنجموا والله تنجموا تريبل شات تريبل شات زيدوا تكبيس زيدوا تكبيس بالله عليكم زيدوا تكبيس أربعة وردات أربعة وردات أربعة وردات أربعة وردات ورد وردة تريبل قيادات ارحبوا قيادات ارحبوا يا قيادات ارحبوا تريبل شات تريبل تريبل خيبل البازار صدره حر واسمي زاد كاسح ونموت على العناد شات ردو شبه هذي
هبلت اليوم هي ذيع. جهورة قلبي شكرا شمة شكرا عقيلة شكرا. تعاج علي دروخ ما عاد نصفي. نعم يا إني إيش تحب يا كوبرا شكرا. دفيسنا 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 دفيسنا. تو اسمعوني نحكي وتو بالحق، شكون اللي مزل حل اللايف في تونس؟ نحكي بجدي والله، يعني من الناس المعروفين ما شاء الله في تونس يحلوا لايفات معناه ينزلوا لباس غير اني ونور وكالمعاعش والمعاعجة بالحق. حدا حد جب بالحق شو بسبوس يضحى وبسبوس بينسوا نشوفهم. خوخة شكون سيليا رفيق معانا رفيق معانا رفيق قلت لك غير يا ناري اللي بلت فرخ انا شاطر دوبل الامه قفاز يا عقيلة لو سمحتي ولا ريمو مين اللي عنده قفاز ولا روحي شكرا يا ولا ميرسي بوكو ميرسي 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 ميرسي. ما عنده حد قفاز 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 حبيبي قفاز البنات يا روحي انت 23 هسه على القفاز على القفاز على القفاز. شكون عنده وقت حرام القفاز يمشي يقصب لعبه ليه 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 خسرنا. ساعدوا 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 3800 و1000 1000 1000 مزيان 1000 الليفه اللوفه الليفه الليفه تهزهزنا رحنا ومشيتي فيها الغلطة درتيها ولا شكرا جهين شما بي سي بي شكرا عقيلة ماموم دريدي مكبسي مشاهدين شكرا أحمد ياسمين جميل ددو يعقوبي ما ستعاد نقص يا بايا نقص تونتي بحذية يا بايا عليه مكبسين اللي شايرتو نعبو زينك قل لي مش عليك انتي على الطفلة اللي وراك ها جيتي ظهرت في اللايف ايجا ايجا ظهرت ايه خلت تسلم على التتا ايجا تحب تظهر في اللايف ايه سلم على التتا ايه عسليمة بيا 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 عفوت شاتي بيا بيا يا بيا وينك يا بيا لباسة اني التتا سعيدة قولي سعيدة اني التتا سعيدة خيلتي سعيدة سعيدة فالفيفو نعم بوزينك ايجا ايجا قول فالفيفو ثانكيو قول فالفيفو ثانكيو جيهين ثانكيو جيهين وينك يا جيهين قول في الفيديو ثانكيو انا ادخل عايش قول عاد باش نعطيك شيبس مبا نعطيك تلك عاد انورة انورة باي بعطي جيبها وقعدها واعم وقعدها جولة ثانية اوكا باش ما منك جولة ثانية كهو كهو اعطيني احكامك اوكي حكم حكم لول تهبط لي ستوري تقول نور ام الدنيا لا لا مش ام الدنيا مش ام الدنيا شنو ام الدنيا ثانكيو ام الدنيا دي يا رب مين بهيمة اليوم انا تهبط لي ستوري انستغرام تهبط لي ستوري انستغرام توا تهبطوا هكا تقول ما نجمش نربح نور غربي وتخليها وتماركيني فيها وانا بارتيجيها. حكم الثاني تجيبي ثلج وملح في ديك اها. حكم الثالث حكم الثالث تسكر بثك وانا نقول لك كوبرا ترمي لي ورده
يعني تخيل انت بنيتي الشعر بيه فيهم مليار نسكر عليهم تو بيت ونجيك لك انت عادي ملها هبط الستوري عطان هبط لك ستوري جوك به اول تو تو عملها تو عملها مريقل عدى نور عدى التليفون هذا ما هبطش مريقل اقسم بالله قلت لك جوك به ليه صورها تو ستوري وهبطها على انستغرام خلي حد يجربها الويفي ما تهبطش لهنا في التليفون هذا لازم بالتليفون هذا والله صورها تو وهبطها كي تسكر لايفك صورها تو اللهم مطولك يا حبيبي اعملوا قلوب رماديه اكتبوا الكوبرا ام الدنيا كل في التعليقات نور غربي ما نجمش نربح عليها راهي بالحق يعني اقوى واحده في تونس وشي الله نور غربي شي الله شي الله لله وريني وريني الفيديو اها الفيديو نكذب عليك نربح عليها راهي بالحق يعني اقوى واحده في تونس وشي الله نور غربي شي الله شي الله لله باي 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 شفتوك اش تحكي ما شفت الاسلوب شفتوا الاسلوب كيفاه اسلوبه معاه عش كيفها نحلف راني كي سنتي ما نهبطوش اما ما نسيبش نهبطو عين من طيب خاطري ومن طيب اصلي ليش ما لعبتي كاو حبيبتي خلاص شنو قعدنا نلعب اربع جولات عليه اللي لعبته مع نور اكثر من اللي تعاشت فيه في اللايف جبريل مازال يطلع لي طب ما انا عادي جد راني بعد درجين ننسيه راني ولعبت اطلع معاه وعندي كز Guys, Cobrina always giving order. I love this. I love it. قالكم الكوبرا دي ما تعطيني في الأول. Who are calling? Accept or no? Yes, yes, accept. Yes, of course, accept. يا خاولة شبيك يا أخي؟ شبيك؟ جيت نطلع عليكم حتى لقيتك أنت معاه بعثوا لي هو. إي نعرف أما أنت شبيك بكيت غردت شو عملت بالضبط؟ ما بكيتش عليك شنو ما سبتنيش في لايف ولا حاجة؟ يا هكا تو عادي مو عادي سبحان الله الواحد ساعات ما خطني شفت خوخة جوك باهي معناه. إي والله ليلة باهي ساعات. باهي وشكون هذاك اللي بجنبك بكريكا؟ عندك يصنف يطوى عندك يصب لي نمشي نعم بوشاب هو لوز دو بوشاب بات خوخة شي دو سكوات ولا كواد ولا كيفاش يقولون هذيك كوارت خوخة شي تهبطك الريدولي فوق راسها تهبطو مازال كي ركبني يا ايه يا صاحبي تبي ماما تقتلني يا دنيا منحبو يا عم بوشاب تسكت على روحك عاد تسكت على روحك نخدم على رونيك الدليل الزرق باهي باهي يا عمي خليني عادي جمعة متربية خليني نهار السبت عسيبني عاد الليلة المعاجة هذي let's go أخوخ أحكينا عاد أحكينا مش تدحمو يا حلي لقبنا حاضر أوكي أغزولي شدوا تكبيس وصل مليون تكبيس هاس نسكر ونعود الحل وعدكم اني وكيفاش وعدكم قلت لكم اللايف طويل اليوم تكبيس لازمني نسكر اخلق حميد عليه نهار جمعة نهار فضيل شبيه تيك توكس من اللي عليه الكبرى العطلة وفيت عادي برا عطلة الفيت نحل التسعة اني راو معناها تنجموا ترقدوا تنجموا تسهروا
يلا يا جماعه عملوا تك يلا في سوا يا جماعه راه عادي جدا يعطونا يلقمونا حظر اسبوع راه معناها خفوا يديكم شوي لا انتهزوا يلا اليوم بسبت بلي فيتي نقولوا له لحظه تسكروا تعاود تحل واي وصلنا مليون تكبيسه يلا نسكن عاد نحل اسمعوني 41 دقيقه طاو و 45 دقيقه نحل فهمت وكرش كرش نمشي ونرجع باي اوكي 45 4 دقائق بالضبط ونرجع